ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظم شأن حسن الخلق والإحسان إلى الخلق: ألا أخبركم بأحبكم إلي؟ هذه الغاية التي يسعى لها كل مسلم، تريد أن تكون أحب الخلق إلى الله وأقرب الناس منه سبحانه وتعالى. هذا هو أقرب طريق يوصلك لهذه الغاية العظيمة: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ثلاث مرات يقولها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. وإذا كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، فهو فوق ذلك وقبله وبعده أحب الخلق إلى الله. ففي حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إجلالا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه ناس من الأعراب وكانوا يفرحون بهؤلاء الأعراب لأنهم يسألون أسئلة لا يتجرأ عليها الصحابة رضي الله عنهم، وقد يسألون عن أشياء كانت خافية عليهم. فسألوه سؤالا عظيما هو أعظم الأسئلة وأكبرها. ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ الله أكبر، من أحب عباد الله إلى الله؟ بصيغة التفضيل يا أخوان، ماذا تتوقعون الجواب؟ قال: أحسنهم خلقا. تريد أن تكون أحب الناس إلى الله، أن تفوز بالدرجات العلى من الجنة، أن تسعد في دنياك وأخراك، فعليك بهذه العبادة العظيمة التي حرمها أكثر الخلق: حسن الخلق واحتساب الأجر فيه عند الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضامن ببيت في ربض الجنة، أي في فناء الجنة من داخلها، لمن ترك المراء، أي الجدال، وإن كان محقا. الجدال الذي ليس منه فائدة ومن ورائه طائل، كالجدال في الأمور الدنيوية وغيرها، أو الجدال العقيم الذي لا تصل فيه نتيجة مع مخاصمك فتتركه لوجه الله وأنت محق، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان يتركه في حال المزاح فهو أترك له في حال الجد. ثم قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. سبحان الله، هذا أعظم طريق الوصول الفردوس الأعلى من الجنة: حسن الخلق والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل.